السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار الأخيار. وإذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. لابد في البداية أن نحمد الله عز وجل أن بلغنا هذا الشهر الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. نرحب بالسادة الحضور في مسجد سيدنا الحسين، ونرحب بكل متابعي ومشاهدي التلفزيون المصري وقناة النيل الثقافية في كل مكان، كما نرحب أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وفضيلة الأستاذ الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف المصرية. ويشرفنا أن ننقل لكم اللقاء الثاني من حضرة صاحب المقام الرفيع من مسجد سيدنا الإمام الحسين. هذا اللقاء الذي ندعو الله عز وجل أن يتكرر لأعوام مديدة، أعوام كثيرة، ونحن في طلب من العلم والإيمان. وخير مستفتح لهذا اللقاء المبارك مع القرآن الكريم وفضيلة الشيخ القارئ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن خطابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها
جزاء يوم يقوم الروح والملائكة صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله
الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك لا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم الفاتحة فتح الله عليكم فضيلة الشيخ حجاج الهنداوي ويقول رب العزة ورتل القرآن ترتيلا ويقول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه ونحن في هذه الحلقة الخاصة من الملتقى الفكر الإسلامي نخصص هذه الحلقة لقراءة القرآن ومعرفة فضل قراءة القرآن وهناك الكثير من نواحي الخير وعندما نتحدث عن الصيام ونتحدث عن القرآن فإن الصيام والقرآن يأتيان للشفاعة لأصحابهما يوم القيامة يأتي الصيام ويقول رب شفعني فيه فقد منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول القرآن رب شفعني فيه فقد أتيت به بالليل ومنعته من النوم طوال الليل عندما نتحدث عن فضل قراءة القرآن ونتحدث عن هذه النواحي الكثيرة والتدبر في قراءة القرآن لابد أن نعود لأهل العلم نعود لأصحاب العلم والإيمان نعود لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حتى نسأله عن اغتنام هذه الأيام المباركة وفضل قراءة القرآن الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عندما نتحدث عن فضل قراءة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك فضلتك وضعت 7 وصايا نبوية لاغتنام هذه الأيام المباركة
وأيضا لمعرفة الفضل العظيم في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن. فضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع إطلالة هذا الشهر وإشراقاته وفي أولى لياليه، الليالي الأولى، نلتقي اليوم مع صفوة مباركة من علماء الأوقاف ومن السادة الحضور وفضيلة الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، وكلنا حب في الله وفي رسوله، والتقينا على صعيد الحب الخالص في الله وفي رسوله وفي رحاب آل بيته ومسجد الإمام الحسين الذي دأبت وزارة الأوقاف أن تحيي الليالي المباركة في بيت من بيوت آل بيت النبي حبا فيهم، لأنه وصى وقال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحبوا آل بيتي لحبي. يا سيدي، قد جئت بابك سيدي، ومكثت أدعو الله دون ترددي، ورأيت أني في أعز سعادة، وبأن كل الخير أضحى في يدي، وعليك أكثرت الصلاة بروضتي، فرأيت أني في مراقي السعادة. لم لا وأنت المصطفى والمجتبى؟ لم لا وأنت لنا المشفع في غد؟ أنا لست أخشى من ظلامة ظالم، أنا لست أخشى من عداوة معتدي، أنا لست أخشى زلة أو ذلة. خير البرايا شافعي ومؤيدي، أنا لست أخشى الضيم أو قهر العدا، وأنا المحب لآل بيت محمد. على صعيد هذا الحب التقينا لنحيي إحدى هذه الليالي في ملتقى الفكر الإسلامي الذي تعودت مصر أن تلقي الأسماع والقلوب إليه، وما أروع أن نتحدث كما نبه المذيع البليغ بالقرآن الكريم الذي لولاه ما صمنا، ورب العزة رتب فرضية صومه على نزول القرآن، فوصفه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. رتب فرضية الصيام على نزول أجل نعمة إلهية، وهي نعمة نزول القرآن الكريم تبيانا لكل شيء، يهدي للتي هي أقوم، أخرج البشرية من الظلمات إلى النور. هو شهر القرآن، وكان سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يحب تلاوة القرآن ومدرسة القرآن في رمضان، كما جاء في الحديث: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، يدارسه أن يقرأ على جبريل القرآن، وجبريل يقرأ عليه القرآن، ويقرآن معا القرآن.
فكان يحبه، وكان يحب أن يستمع أيضا إلى القرآن، ويقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن، يقول عليك أنزل، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: أمسك. وذرفت عيناه الدموع صلى الله عليه وسلم. لماذا بكى؟ لأنه تذكر في الآية: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يشهد على أمته فيهم الصالح وغير الصالح، وهو رحيم رؤوف، كيف يشهد عليهم؟ فبكى كما بكى عندما تلا قول إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ونوح: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فرفع كف الضراع إلى ربه وقال: يا رب أمتي أمتي، وبكى. فأرسل الله جبريل: قل لمحمد ما يبكيك، والله أعلم بما يبكيه. فعلم وجاء وقال له: عد إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا الحديث الصحيح أراه بشرى لنا جميعا، لأمة محمد وعد من الحق: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ما أعظم هذه البشرى، وهو القائل له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا أرضى وأحد من أمتي في النار. قرأنا في الضحى: ولسوف ترضى. فسر قلوبنا هذا الرضا، وحاشا يا رسول الله ترضى، وفينا من يعذب أو يساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. شهر القرآن يا سادة يجب أن يأخذ القرآن مكانه، ويجب أن نحافظ عليه، ويجب أن نعلم قدره، ويجب أن نعلم عظمته، ويجب أن نتمسك به وأن نقرأه، وأن نحافظ على قراءة القرآن وتلاوته، خاصة في هذا الشهر المبارك. وحيث يتلى القرآن لا تظن أنك مجرد قارئ. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله يتدارسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، أي أن الملائكة عند تلاوتك للقرآن تتنزل. وفي صحيح البخاري من حديث أسيد بن حضير لما كان يتلو القرآن: فتجول فرس ويسكت، فتسكت ويعود فتعود، حتى خاف على ولدي وخرج ونظر إلى السماء فوجد أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تلوت البارحة القرآن فجالت فرسي فسكت فسكتت فعدت فعادت، وكلما تلوت جالت وكلما سكت سكتت، حتى خرجت يا رسول الله ونظرت إلى السماء فوجدت أمثال الظلة فيها أمثال المصابيح، فما هذا يا رسول الله؟ قال: تلك ملائكة الله نزلت تتسمع لتلاوة القرآن، ولو ظللت تقرأ لظلت الملائكة حتى رآها الناس في الصباح. هذه عظمة القرآن، وهذا هو الشهر الذي أنزل فيه القرآن، وصفه الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولو نعلم ما في القرآن من كنوز ما تركناه لحظة، وفي سوره من البركات والنفحات من لم يستطع
أن يقرأ فليستمع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يستمع إلى القرآن من غيره، ولو يقرأ سورة الفاتحة وحدها. سورة الفاتحة وحدها هي أم القرآن، اشتملت على كل ما في القرآن على سبيل الإجمال من الوعد والوعيد والتوحيد، وفيها ما فيها من النفحات والبركات. لذا اختيرت لكل ركعة في كل صلاة، وكانت تسمى بالشافية والواقية والرقية وأم الكتاب والسبع المثاني، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. وكان يرقون بها في قصة اللديخ الذي رقاه أحد الضيوف الذين لم يضيفوهم أهل القرية، صالحوهم على قطيع من الغنم. بماذا كان يرقيه؟ قالوا لا نأخذ شيئا حتى نسأل الرسول. أنأخذ ما أعطونا مقابل الرقية يا رسول الله؟ قال بماذا رقيت؟ قال رقيته بفاتحة الكتاب. قال وما يدريك أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم، إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ففيها الشفاء، فهي الوقية والشفيع. بل إذا أردت أن تدعو الله دعاء يستجيبه، ابدأه بالحمد والصلاة على النبي وبفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سيدنا جبريل سمع نقيضا في العرش، فقال له جبريل هذا باب في السماء فتح لم يفتح من قبل، والحديث في صحيح مسلم. فنزل ملك قال له وهذا ملك نزل لم ينزل من قبل، قال السلام يقرئك السلام ويقول لك أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطاك الله إياه. يعني يستجيب الله. إذن القرآن مليء بالكنوز، والقرآن مليء بالخير، والقرآن قراءته عبادة. لك على كل حرف 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والقرآن هو المفخرة الخالدة والمعجزة التالدة، أعجز الفصحاء والبلغاء والأدباء والشعراء والإنس والجن أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور من مثله، أو بسورة واحدة من مثله، فعجزوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نطلقها من هنا من مسجد أحد آل بيت النبي، وفي ليلة من ليالي رمضان، ومن أرض الكنانة، أن القرآن محفوظ بحفظ الله القائل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والقرآن حبيبنا وحفيظ كل منا حفيظ عليه، ولن نفرط فيه مهما شغب الشاغبون، ومهما افترى المفترون، ومهما ظلم الظالمون، فسيبقى القرآن خالدا إلى يوم القيامة، بل وبعد يوم القيامة، بل وفي الجنة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قل للبلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد بلاغة القرآن. ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنا، وعلى مدى الأزمان ما الكون، كل الكون من إنس ومن جن، إذا اجتمعوا هنا في آني لن يستطيعوا أن يصوغوا كلهم آيا كآي الذكر والتبيان. لا سفر في طول الحياة وعرضها
إلا ونالته يد العدوان إلا كتاب الله فهو مقدس يحمي حماه بارئ الأكوان. في رحاب القرآن الكريم نعيش، وفي ظلال ليلة ليالي شهر القرآن الكريم نلتقي على مأدبة الكتاب والسنة من أجل أن نقول إن هذا أبلغ رد على كل المفترين والظالمين ومن شغبوا على ديننا العنيف، والله مؤيد دينه ولو كره الكافرون. فاللهم اجعله شهرا مباركا علينا وعلى الأمة الإسلامية يا رب العالمين، ولا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا كربا إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته. واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتح الله عليكم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم الحقيقة، فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز، فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم، فتح لنا أبواب كثيرة من أبواب الخير والتساؤلات الكثيرة جدا حتى نغتنم كل هذه اللحظات المباركة في شهر القرآن الكريم. كيف نحول قراءة القرآن الكريم من قول إلى فعل؟ كيف نرى أثر قراءة القرآن الكريم في حياتنا بشكل مباشر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، كل الشكر والتقدير لمعالي وزير الأوقاف أستاذ دكتور محمد مختار جمعة الذي أتاح لنا هذه الفرصة أن نجلس مع ساداتنا من العلماء والأفاضل والشيوخ، نجلس مع أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم. وبصراحة أنا مش عارف أقول إيه بعد ما هو بسم الله ما شاء الله أفاض الله عليه ونفحه بالخير، لكن نلتمس الخير والنفحات ونحن في شهر البركات وفي حضرة النفحات. يقول حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. وهكم نفحة من نفحات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه نفحة من الحق سبحانه وتعالى. أما عن نفحة الزمان والمكان، فنحن في شهر القرآن وشهر الصيام، شهر العتق من النيران. وعن نفحة المكان فحدث ولا حرج، فنحن في ضيافة سيدنا ومولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. يقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من حسين وحسين مني، أحب الله من أحب حسينا. فنحن نتقلب في نفحات الزمان والبركات والمناسبات في هذه الليلة العظيمة المباركة التي نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة العظيمة المباركة من العتقاء من النيران. وإذا أحببنا أن نجلس على مائدة القرآن العظيم، نجد خطاب الله عز وجل للأمة الإسلامية واضح صريح بأن هذا الشهر العظيم هو الذي نزل فيه القرآن، شهر رمضان، شهر عظيم مبارك أنزل الله عز وجل فيه القرآن، وجعل الله عز وجل فيه ليلة خير من ألف شهر.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. لكن زي ما قال الأستاذ تامر، نريد أن نتخلق بأخلاق القرآن. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كان خلقه القرآن، وفي رواية: كان قرآنا يمشي على الأرض. وإذا أردنا أن ننظر كيف نتعامل مع القرآن، فهاكم ساداتنا الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: كنا نحفظ العشر آيات من القرآن لا نتجاوزها، لا نحفظ غيرها حتى نعمل بما فيها. المقصود مع القرآن الكريم، مع قراءة القرآن الكريم، وهي ولها عند الله عز وجل الثواب العظيم والأجر الكبير، من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف حرف وميم حرف. لكن مع القرآن وقراءة القرآن نحتاج إلى التدبر والتأمل في كتاب الله. وأول شيء نريد أن نتأمله في كتاب الله هو حديث الحق عن سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. شوفوا أنتم بتقروا القرآن، شوفوا الحق سبحانه وتعالى كيف يتكلم عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يخاطب أو خاطب الله عز وجل أنبياءه، خاطب الله عز وجل ساداتنا الأنبياء والمرسلين بالاسم مجردا. فجاء في القرآن اسم سيدنا نوح وسيدنا آدم وسيدنا إبراهيم، الاسم مجردا. قلنا يا نوح اهبط، الاسم مجردا. لكن عند الحديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الحديث بالوصف: يا أيها النبي ويا أيها الرسول. يعني لا يوجد في القرآن ذكر اسم حضرة النبي والنداء عليه مجردا، يعني ما فيش في القرآن يا محمد، وإنما يا أيها النبي ويا أيها الرسول. وإذا ذكر الاسم فلا يذكر مجردا، وإنما يأتي بالوصف والصفة والتبليغ والرسالة والتبجيل: محمد رسول الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ففي تلاوتنا لكتاب الله وتدبرنا لكتاب الله عز وجل نتعلم كيف كان حديث الحق سبحانه وتعالى عن سيد الخلق، حيث أدب الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. أدب جليل من رب العالمين يعلمنا الحق سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو ذرة الكون، هو صفوة الخلق، هو نور الأنوار وسر الأسرار وزين المرسلين الأخيار صلى الله عليه وآله وسلم. وزي ما قال أستاذنا الدكتور أحمد عمر هاشم: لأجل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأجله قال الحق سبحانه وتعالى: سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. فبركات حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة الأساس، الخير أساسه من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآخرة سنرى جميعا الشفاعة في الهول وفي الموقف العظيم، والخلق جميعا يذهبون إلى ساداتنا الأنبياء، كل يطلب الشفاعة من سيدنا آدم فيقول: لست أهلا لها، اذهبوا إلى غيري. وهكذا من سيدنا آدم إلى سيدنا إبراهيم إلى سيدنا نوح، حتى والكل يقول: اذهبوا إلى غيري، لست أهلا لها، نفسي نفسي. حتى يذهب الخلق إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. فيذهب فيخر ساجدا أمام عرش ربه فيقول: يا ربي أمتي أمتي. فينادى: يا محمد ارفع رأسك وصل تعطى واشفع تشفع ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا هو جزء قليل من عند حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك زي ما قال أستاذنا،
لابد أن نجلس على مائدة الحب. نعم، الأمة كلها تحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحب له درجات، وهو هناك تفاوت في هذه المراتب. لذلك كان ساداتنا الصحابة يجلسون أمام بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جلس أناس ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، فقال أحدهم: وعجبا، آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه. وقال آخر: وعجبا، كلم الله موسى تكليما. وقال آخر: وعجبا، اتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال الآخر: وعجبا، عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. فخرج حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: قد سمعت كلامكم وعلمت عجبكم. آدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وهو كذلك، وكلم الله موسى تكليما وهو كذلك، واتخذ الله إبراهيم خليلا وهو كذلك، وعيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وهو كذلك. ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، ألا وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ألا وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها ومعي فقراء المسلمين ولا فخر، ألا وأنا سيد الأولين والآخرين ولا فخر. فمن هنا تزيد المحبة. عند قراءتنا لكتاب الله نتعلم أخلاق الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. القرآن العظيم فيه كم سورة؟ 114. فيه كم آية؟ 6636 أو 6236، 6000 وزيادة. كم آية في القرآن الكريم تتحدث عن العبادات والفرائض والأحكام؟ كم آية، كم ألف من هذه الآلاف المؤلفة؟ لا تصل إلى الألف، لا تصل إلى الألف. 500 آية تتحدث عن العبادات والفرائض والأحكام، بقية الآلاف المؤلفة من كتاب الله عز وجل معاملات بينك وبين الله، بينك وبين سائر ما خلق الله عز وجل طيبة. لذلك يقول حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم إيه؟ مكارم الأخلاق، وفي رواية محاسن الأخلاق. إذن جاء القرآن الكريم يكمل بناء الإنسان. لذلك عندما وصف القرآن الحكيم أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلي بال حضرتك من القرآن، ما قالش لحضرة النبي وإنك لفي خلق، وإنما قال إيه؟ لعلى خلق. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على وسما على الأخلاق كلها، فهو حضرته صلى الله عليه وسلم الكامل، الإنسان الكامل هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وصل إلينا من حديث عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 60,000 حديث ما بين صحيح وحسن. 5% فقط تتحدث عن الأحكام والعبادات، والبقية تتحدث عن الأخلاق. إذن ونحن مع شهر القرآن وشهر الصيام، لابد أن يؤثر هذا القرآن وأن يؤثر هذا الصيام في سلوك الإنسان حتى يأتي شفيعا يوم القيامة. يقول حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم فشفعني فيه. قال: فيشفعان. القرآن يشفع والصيام يشفع، وحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع
فعلينا أن نغتنم هذه الأيام وهذه الليالي ونحن في شهر الصيام أن نجلس دائما وأن يكون لنا وردا من القرآن الكريم، نقرأ كتاب الله ونتدبر ونتعلم فهم ما أراد الحق سبحانه وتعالى. مقاصد القرآن عظيمة وجليلة، فيها توحيد خالص لله سبحانه وتعالى، فيها حسن أدب وسلوك وأخلاق وقيم. وإياك أن تتكبر بنعمة أعطاها لك الحق سبحانه، إياك أن تتكبر على غيرك بما أعطاك الله، لأن مولانا سبحانه يقول والله خلقكم وما تعملون. مهم أن تكون مؤدبا، مهم أن تكون مؤدبا، لا تتكبر على خلق الله ولا تنظر إلى مخلوق أنك أفضل منه، لا. ربنا بيقول ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان كله مكرم. فإياك أن تغتر بعبادتك وبصيامك وبقراءتك للقرآن، تقول أنا أفضل من هذا لأنني أقرأ القرآن وهو لا يقرأ، إياك بهذا. هذه نعمة حافظ عليها ولا تغتر بها، واشكر الله سبحانه وتعالى أن أقامك في مقام الطاعة، وأنه سبحانه وتعالى حفظك من أن تكون في مقام آخر. مع القرآن الأدب، إن الإنسان يصل بأدبه في درجات يوم القيامة ما لا يصل إليها لا بعمله ولا بعلمه. لذلك قال أصحاب أرباب القلوب والأحوال، ذرة من عمل من أصحاب القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح، لأن الإنسان قد يفسد هذه الأعمال، لأن القلب ليس حاضرا، لأن القلب ليس صافيا، لأن القلب ليس سليم. والحق يقول سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإياك أخي المؤمن أن تأتي هذه العبادات وهذه الأعمال وفي القلب شيء من الحقد أو من الحسد أو من الكبر أو من أي شيء يأباه الحق سبحانه وتعالى ولا يرضاه. فعيشوا على مأدبة القرآن، عيشوا مع شهر الصيام، وتنفحوا في مساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذه المناسبة كل الشكر والتقدير لوزارة الأوقاف على ما أولته من عناية ورعاية تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية، الاهتمام بمساجد آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا شيء عظيم، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر العظيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم يا رب العالمين اجعلنا من عتقاء هذا الشهر العظيم ومن السعداء المقبولين. تقبل منا الصيام والقيام، وأدخلنا دار الجنة بسلام. اجعل يا رب مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد العالمين. كل عام وحضراتكم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكرك فضيلة الأستاذ الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والشكر موصول لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، متعكم الله بموفور الصحة والعافية. مشاهدينا، انتهت هذه الليلة وهي الليلة الثانية من ملتقى الفكر الإسلامي. والحقيقة يعني في نهاية الحوار لابد أن نتحدث عن أمر خاص، اجعل بينك وبين الله عز وجل خبيئة في هذه الأيام المباركة، اجعلها في قراءة وتدبر القرآن الكريم، اجعل القرآن الكريم يظهر في كلامك، في أخلاقك، في تعاملاتك مع الآخرين، اجعل بينك وبين الله عز وجل باب مفتوح، ومن هذه الأبواب قراءة القرآن الكريم. أترك حضراتكم والختام المسك مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان المبتهل في الإذاعة المصرية،
والحقيقة يعني عندما نتحدث عن ملتقى الفكر الإسلامي لابد أن نشكر معالي وزير الأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذه الرعاية الكريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا على المبعوث فينا شاهدا، صلوا على المبعوث فينا شاهدا ومبشرا بأي أرض كانوا فهو الشفيع لنا. صلوا عليه فهو الشفيع لنا. جنات ربي فتحت وتزينت، جنات ربي فتحت وتزينت للمتقين وحامل القرآن. الله 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 أورثهم كتابا خالدا واختصهم بالحفظ والإتقان. الله الله لا إله إلا الله. الله أورثهم كتابا خالدا. الله الله أورثهم كتابا خالدا. الله واختصهم بالحفظ والإتقان. الله هم خير خلق الله.
رسوله اللهم خير خلق الله بعد رسوله هم خير خلق الله بعد رسوله والمكرمون والمكرمون على مدى الأزمان يمشون في الدنيا بنور ساطع يمشون في الدنيا بنور ساطع ولهم منازل جنة رضوان آيات ربي آيات ربي وجداني وسرت بروحي وسارت بروحي وسارت بقلبي وسارت بروحي بل وكلك يا ني الله أسأل الله أسأل أن يبارك جمعنا ويحفنا بكرامة القرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه.